يلا حيهم. اليوم معزومين على العشاء عند ابناء العمومه، نروح نتعشى نسلم على الجماعه ناخذ علومهم نعطيكم الاخبار ان شاء الله. علموا يقول الله يحييكم يا مرحبا. ويديم وجودك يا ابو عمر. الله يطول عمرك. على كل حال احنا اخوان ومن كل ايد اللازمه كما يقال، والله يجعل ايامنا وايامكم افراح وليالي منها ويبارك للانسان. والحقيقه يا ابو عمر انت لك ما ليس لغيرك. جماعتنا، ابناء عمومتنا، ربعنا، رفاقتنا المولودين في الرياض، كل واحد له حق ان نزوره لا محل، لكن انت سبق تبدعوا ومن حقك انك طال عمرك تتميز. وابوك في مدينه الطائف كان مميز في على مستوى زهران، وحله لها المحوي، وحله لزهران، وحله للقاصي والداني. هذا عاد اللي جر ملفانا ونعلمكم عنه وانشدوا عما تحبون، وسلامتكم جميع صلى الله على محمد. حياكم الله يا مرحبا. والله ان شوفتكم وجيتكم جميعا اخواني وانتم كلكم البيت استضفتكم، والحمد لله البيت واسع من فضل الله. لكن قلت خلكم تاخذون راحتكم وترتاحون، واذا كان تبغون تتمشون على البلوفارد ولا جنبكم يعني معالم الرياض. ويا مرحبا بكم، والله ان جيتكم عيد لنا هالليله وانتم غاليين، ووالدك ووالد والجد عبد الرحمن، والله يغفر لخالي وبرعان خالي واخواني، كلكم مكانكم في القلب ولن يتغير مهما صار، المكان في القلب. جيتم الله يحييكم، ولا جيتم الا عند اخوكم وفي بيتكم. يا مرحبا بكم. يا مرحبا. كثر خيرك. يلا حي اعطهم العافيه يا الشباب. الله يوفقكم يا شيخ يبارك فيكم. الله انت ضد النحف صح؟ انت مع التنبيخ. الله عليك. وش ياخذ طيب غششني؟ والله ما في غش، كلها خمس دقائق. ها انت اللي تحليها. لا لا عطني واحد شكلك كذا تعرف الحلويات. قصدك شن سمين؟ شكلي باخذ هذه الشوكولاته ولم الرمان كني في الديره. هذه بس يلا بيض الله وجهك. والحقيقة أنا مالي تعقيب بعد تاج راسي الله يحفظه. فأنا أشكر لكم حسن الضيافة والاستقبال. والحقيقة أن سعادتي اليوم لا تضاهي سعادة كوني رأيت شيباني عند شيباني. مرحبا بربعي عند ربعي. مرحبا فيكم. أقول يوم ظل للبسيطة. طيب ولا استوت فوق السملة وقافي مستوي. يوم ظل على البسيطة على الغيمة انعكاس ما ترتب من مرتب يعود فوضوي. الله انه يكفي الارض شر الانتكاس، وش مع القمري هجرس وسرحاني عوي. مخرجات المرجعية تجيز الاقتباس، وانا صاحب مرجعية ومنهاج نسوي. ماني بحاجة دراهم على كل زول، ماني بحاجة دراهم ولا حاجة لباس، حاجتي اعطاء الاجواد دافع معنوي. ان بغيتوها نظم وان بغيتوها جناس، الوكاد اني على ذي وهذه قوي. اقدر اغني مع النابغه وابو نواس، واقدر اغني مع الدرمحيه ويفرق ما عليكم. ابو عمر افيد ربعها من الخمس الحواس، واشهد انه لا ورد كل ابونا نرتوي باسم ابو ثامر ونظرين له درع. سلام باسم ابو ثامر ونظرين له درع ولباس، باسم ابو ثامر ونظرين له درع ولباس. شيخنا ما هو شوي ونحن ما حنشوي، حد حربه ما يجنب على خط التماس. صاحبه يطلق حجاجه وخصمه ينزوي، فعل غرم الله عوض اوثق من اخباره واس. ما تنفذ لين تسمع لوقعتها دوي. جعل يفدى راعي الطيب من يرعى الدناس، جعل يفدى راعي الطيب من يرعى الدناس. واحد إن لا ينفع الطب فيها ولا الكوي. جعل يفدى راعي الطيب من يرعى الدناس، واحد ما ينفع الطب فيها ولا الكوي. لا بدل واجب تريقت وهو ما به نعاس، ملتوي وجهه والاسلوب شرحه ملتوي. جعل يفدى راعي الطيب من يرعى الدناس، واحد ما فيها واحد ما ينفع الطب فيها ولا الكوي. لا بدل يروس زهران العناصي مجليته العماس، هم عمى عين الخصيم وسعد عينه
الخوي لا بدل الجو عجه للسلكة التماس من تقدمنا يجمل وطالفنا قوي ومبدا في الصف فرقة كما فتحوا حماس صفنا فيها التهامي على جنب سروي وسلامتكم كفو. الله وجهك صح سارك سلام. وهذه هدية بسيطة مني ومن اخواني وانا فداك الله يرحم والديك بنتعلم فيها يا ابو عمر. والله تاخذها حرام تاخذها حرام تاخذها والله تعالى بتعالى والله تاخذها حرام حرام والله تاخذها حرام تستاهل خلاص طلق طلق والله تاخذها حرام ما عاد ترجع انها لك وما عن قلب وعن محبة يا قيصر ارحب تعال يا اخي معنا وجه الله تعالى يا ريال لو ما اكلت انت ما يا عمري انت ابو محمد وينك بخير صديق الطفولة الله يسلمك يا حبيبي يا ابو يا ابو مازن الله يسلمك كيف امورك طيب طبعا اخوي ثامر من اصدقائي من اكثر من ما بقول الحقيقه عشان لا ما يمكن ذا قبل 18 سنه صحيح احنا انا 18 سنه هذه واقفه معي في حياتي كلها الله يسعدك يا شيخ ذكرني بايام الطفوله ايام الديره زمان لما كنا نطبخ ونشوي في الجبال والروح والدنيا وعلوم الله يسعدك يا حبيبي يا حبيبي حبايبنا اليوم قضينا ليلة وسهرة ممتعة في ضيافة أخونا اللواء عبد الله بن معجب بن زنان الله يكثر خيره هو أخوانه وأبنائه على كرم الضيافة والاستقبال والابتسامة بيض الله وجيههم والله يكثر خيرهم بيت علم طيب بيت خير وبيت كرم من أول وتالي الله يبيض وجيههم وأحلى تحية لأبناء العمومة عامة وبكرة إن شاء الله عندنا زواج عند واحد من أخوالي إن شاء الله أنا رحنا حضره وأسأل الله أن يجعل أيامنا وأيامكم كلها أفراح قولوا أمين قولوا أمين